السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا اليوم محورنا حول مشاريع وزارة الموارد المائية اللي صورنا الكثير من الحلقات، حتى كانت حلقات ميدانية وأخرى تكلمنا عنها بالاستوديو. مشاريع مهمة ناس تسميها استراتيجية، يعني مشاريع مختلف المحافظات وصرف مليارات من أجل اليوم تحسين الوضع المائي، تحسين إدارة المياه. يعني إحنا مثل ما كنا في فترة من الفترة كنا عندنا سياسة الفيضان، هسه شح المياه، تحول العراق لهذا الموضوع، فراح نتكلم على المشاريع. إضافة إلى نقطة أخرى مهمة، وقبل ما أبدأ حلقتي إنه أريد أوضح شيء مهم جدا، إنه أنا ما ميال لجهة معينة، إن كانت مثلا مربي الأسماك على عيننا وعلى رأسنا، إن كانوا بالأطر القانونية، الأطر المشروعة بتربية أسماكهم، أنا مدافع عنهم. أما جهة أخرى، جهة وزارة الموارد المائية، استخدام موضوع الردم دائما بطريقة قوية تقريبا، يعني ما حبنا واحترامنا لكل أصدقائنا بوزارة الموارد المائية، استخدام طرق القمعية، موضوع إنه غصبا ما عليك راح الهاي، ويتوسلون بيهم على الأسماك يحصدوهم، ناس ما يقبلون، ناس لا والله مشوا. فإحنا مو مع طرف، إحنا نريد حل لموضوع مهم جدا، لعوائل خسرت عملها، لعوائل خسرت بحيراتها، أشغالهم انتهت، أصبحوا عاطلين عن العمل. إحنا نتكلم لا أكثر ولا أقل، لا مع جهة ولا مع جهة، نريد حل يرضي الأطراف جميعا. مربي الأسماك فرضا، أنا حكيت على التجاوز كمربي الأسماك كمثال، وحل لعمل وزارة الموارد المائية من أجل اليوم توفير حصص المياه لكل المحافظات، توفير حصص المياه الزراعية، توفير مياه الشرب إلى آخره. إحنا مساندين لكل هذه الأعمال. طبعا ضيفنا بالاستوديو الأستاذ تحسين الموسى والخبير المائي والزراعي. أهلا بيك أستاذ تحسين. أهلا بيك أستاذ ظفر، شكرا جزيلا لهذه الدعوة. ربي يخليك. قبل ما أبدي، أنا كقناة الأيام إحنا ما شاركنا مشاركة فاعلة بمؤتمر المياه، ولا إحنا شاركنا. السبب ليش انسحبت من هذا المؤتمر؟ والله للأسف يعني كان سوء الاستقبال والتحضير، يعني اعتبارات كثيرة لم نجد بها حقيقة حرص على أن يتواجد بها الخبراء ويتواجد بها الأخصائيين، وأكيد بدون مجاملة نحمل وزارة الموارد المائية لأن هي صاحبة الدعوة، هي صاحبة المؤتمر. فلذلك هي نقطة عتب، يعني نخليها وياهم، يعرفون الاخوان. بس تعاون دائما مستمر وياهم. احنا متعاونين وياهم حقيقه، يعني متعاونين وياهم، وشخصياتهم شخصيات محترمه، وكلهم كل احترام، من معالي الوزير اللي تعرفوه قبل كل شيء، والدكتور خالد والدكتور علي راضي وكل الاخوه اللي موجودين. لكن حقيقه هذا المؤتمر الاخير وي يعني ما شاركوا، يعني مثلا ابسط مثال اياد الطالبي رئيس الجمعيه العراقيه لمنتجي الاسماك، ايضا كان موضوع انه مشارك اصلا دعوه مقدميه عندنا الاستاذ حاتم الحمداني ايضا بدون دعوه دخل ايضا بعد عناء طويل. ليش اليوم وزاره الموارد المائيه انه ما تحتضن كل هذه الكفاءات، ما تحتضن كل هذه الجمعيات، كل الخبرات على مود نوصل لمرحله حل برا الامان؟ حسب كلامهم انه لا، اكو جهات اخرى تدخلت بهذا المؤتمر وعلى راسها مكتب رئيس الوزراء. لا، هم بالحقيقة هذا ما أعرف إيش قد نسبة، ولو يكون يعني هو هذا العذر ما مقبول. أولا أستاذ ظفر، لأنه هو المؤتمر باسمه، بإضافة إلى ذلك إحنا نسبق التحضيرات اللي جرت، هل كانت تحضيرات مسبقة، هل كانت هناك دعوة، وخاصة إحنا نتكلم اليوم عن مؤتمر عالمي، هو المؤتمر الرابع، وأتى في ظروف حرجة وصعبة جدا. يعني الكل كان المفروض يكون على اطلاع وكل يشارك. إحنا كنا نتمنى تكون إعدادات قبل هذه الفترة، لا هي كانت الظهر مختصرة للظهور ب يعني لربما هم ارادوا يظهروا بصوره واحده، يعني لربما حتى احنا ترى استاذ ظفر تكلمنا من هذا المنبر الكريم، عمليه النقد هي للتقويم طبعا، ليس هي لمساله التصويت، وخاصه بالامور الفنيه. يعني من عندنا نشخص حالات وننقلها، لربما بعض الاحيان حتى خلف الاعلام نشخص حالات ونتصل ونبلغ، وحتى معالي الوزير في وقته نحدد الخط. شارك بجروباتكم. نعم مشارك، والرجل ولو هو انقطع من فترة من استلم الوزارة حقه طبعا. احنا مهنانا لا تنسى السنين اللي مرت، سنين صعبة صح جدا، وهذا في ظرف قاسي. نعم، لكن كان المفروض حقيقة يعني هذا يستعين، وبالمناسبة هذه الرسالة من كل المقربين ايضا منهم، ايضا نفس العتب ونفس الكلمات، بل ربما اقسى. تا
تقييمك للوضع المائي الحالي؟ الحمد لله أتى الحل من السماء، لم تأتي جهود أحد ولا مباحثات ولا إنجازات. لا، وزارة الموارد المائية تقول لك صح أكو أمطار، إحنا إن الجهود بالمحافظة عليها ما خليناها تروح. يعني مثلا صنعوا المطار على سبيل المثال، لا يقول تلقوا الحصص، تلقوا الحصص، محافظة عن شنو؟ عن الهجرة، عن الجريان البيئي، عن التقلص الخطة الزراعية. هنا نقول حافظت، أنا حافظت على شنو؟ على مخزون مي هو ما يصلح حتى للاستخدام الزراعي في بعض الأحيان، الثمن إيش قد اللي دفعناه إحنا تجاه ذلك. أنا ما أريد إنه أنا حافظت على الرصيد اللي إجاني، أنا عندي مشاريع استراتيجية إيش قد أنجزت من عدها، استفاديت من حصاد المياه. إحنا السنة إجتنا سنة مطرية، الله سبحانه وتعالى أتى الغيث وأنعم علينا. هذه المناطق اللي سقطت هل هذه المياه استفادينا منها؟ في هذا انه يقولون استفادينا منه، اي لا توجد سدود حصاد مياه، اين الفائده؟ حتى بالمياه الجوفيه ما استفدنا. هي شنو سدود حصاد المياه؟ نعم، هي الغرض من حدس المياه اولا للاستفاده منها بالمياه الجوفيه واستخدامها بالمناطق، وايضا هي تقلل من سرعه الجريان للسيول ان تاتي جارفه وتاتي بسرعه. احنا وزاره الموارد يقولون بالخطه الاستراتيجيه 36 سد، نعم، على الخطة نحكي من 2016 هي معدة، هل نفذت؟ يقال إنه عام 2025 ستنفذ هذه السدود في هذه الأزمة المائية، في هذا الوضع الحرج، الأزمة العالمية احنا نتحدث، في هذا الحصار القاسي من تركيا. خلينا ننتقل للأستاذ عادل أيضا، نرحب به. السلام عليكم أستاذ عادل. أستاذ عادل تسمعني؟ تسمعني؟ الصوت ناقص الشباب، خلي احد يرفع الصوت الخاص. طبعا استاذ عادل احنا نرحب بك بقناه الايام الفضائيه وبرنامج ارض السواد. عموما انت دائما كنت من لا تزعل مني من اشد المتشائمين بالوضع المائي، يعني حتى يوم من الايام طلعت لنا تصريح على احد القنوات العربيه خوفتني، قلت السنه الصيف القادم حتى مياه شرب ماكو، ولكن الان تصريحات وزاره الموارد المائيه اثبتت ان الوضع المائي كصيف القادم افضل من الصيف السابق، شنو تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، وتحيه لضيفك الكريم مهندس تحسين. الشيء اللي اريد اقوله حقيقه، انا ما قلت حتى ما يشرب ماكو، قلت اسوء صيف راح يمر علينا. قلت العراق سيواجه صعوبة بتوفير مياه الشرب. لا أستاذ ظفر، مو بس أني، ترى حتى الوزارة قالت صحيح. هذا الصيف راح يكون صعب بالبداية. على كل، نرجع لموضوعنا. الشيء اللي أريد أقوله أستاذ ظفر، اليوم الخزين ما أنه وصل 19 مليار متر مكعب، عندك علم؟ 20 عندي معلومة. 20 عندك علم؟ 20، انت قبل اسبوع قلت لي 20 ولي اليوم انت باقي على 20، انا كنت 18 19 وانت بعدك 20. على كل، قلت لك يا قبل 3 ايام باتصال، 3 ايام باتصال ما قايل شيء. ايه. على كل، احنا اليوم وصلنا 19 وان شاء الله نوصل لل 20. الايرادات قويه دا تجينا من المؤمن تركيا، حقيقه ايرادات دا تعبر الالف متر مكعب بالثانيه. نعم. وهذا كانت عمرنا ما نحلم بهذه الايرادات الضخمه، وفي فتره من الفترات وصلت ال2000. اليوم الشيء اللي اريد اقوله، اليوم طبعا زميلي سالته على مؤتمر بغداد. صدق ليش ما حضرت؟ انت ليش ما تسالني؟ اني همين والله راحت من بالي، لان ادري بيك ما متوقعك تحضر. اي لا، هو طبعا ما حضر لسبب بسيط. استاذ ظفر، انت تعرف هذا مؤتمر علمي؟ لو ما تدري. ايه، هذا مؤتمر علمي، يجون يقدمون دراسات وبحوث وكذا. صح. احنا بهالحال محتاجين دراسات، لو محتاجين اعاده النظر بالسياسه الزراعيه والمائيه. هسه ليش ما حضرت؟ واحضر شو اسوي؟ مؤتمر علمي، يجون اساتذه يقوم محاضراتهم فيما لا فيما لا. انا اليوم استاذ ظفر، اليوم احنا نريد السبع اللي يحط بالاسكله رقي. اليوم احنا نريد نوصل مرحله نطلع من خامس اكبر دوله متضرره من الجفاف بالعالم، ما تريد تطلعها انت؟ كنا نريد نطلع. متونس وباقي؟ لا ما متونس. طيب شلون راح تطلعها؟ على سبيل المثال
زميلي مهندس تحسين ايضا حكى على الوفره المائيه لهذه السنه. انا اليوم اريد اقول لك فد شيء. من الوزير السابق مو محمد كريم، القبله كان الحسني، تتذكره صالح الحسني. نعم. دكتور صالح الحسني في زمنه 2019 و2020 مرتين وصلنا الاكتفاء الذاتي 5 مليون طن، صح؟ اذا غلطاني صحح لي. صح. والمرة الأخرى ويا أستاذ محمد كريم علي الوزير السابق أيضا مرة أو مرة واحدة يمكن وصلنا أيضا الاكتفاء الذاتي، واليوم هاي للسنة الثانية أيضا بزمن الخفاجي ما وصلنا يعني مرحلة اكتفاء ذاتي بالحنطة. ها؟ ما وصلنا ويا زمن السيد الخفاجي، زمن حكومة الكاظمي. لا 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 وصلنا أيضا أتذكرها وصلنا. ما وصلنا أبدا احتفال وايضا شو اسمه الفكره تفضل. كالاتي، انت اليوم من دا توصل اكتفاء الذاتي بزمن دكتور الحسني، المفروض انت من وصلت الاكتفاء الذاتي لازم تعرف ايش قد مساحه الاراضي زراعتها وايش قد ما صرفت. بالمره الثانيه لازم تحسن انتاجك، تزيد الانتاج حتى تقل مساحة المزروعة وتقلل استهلاك المياه حتى يكون اقتصادي عملك. طيب وصلنا للأستاذ محمد كريم ايضا نفس الشيء بالرئيس حجتي مطرة قوية وزرعنا اكبر كمية وهسه همينة العام المضى مطرة قوية وزرعنا وهسنا مطرة قوية زرعنا. هالسنة الخطة الزراعية مالتك 1.5 مليون على الري السطحي وخمسة مليون على المياه الجوفية. صح. انت تقول راح اعبر 6 مليون دونم، يعني كم مليون دونم زرعت؟ 6 مليون طن. اها صرحوا يا شباب. يعني 6 مليون طن. استاذ عادل حتى الارقام تقول نوصل الى 7. مباشر. ما اختلفنا هسه اني 6 مليون توصل 7، بس السؤال كم مليون دونم زرعت؟ وش قد كمية المي اللي استخدمت؟ صح. هذا السؤال استاذ ظفر، اليوم احنا نواجه تصريحات الامين العام والامم المتحدة كلها تقول لك انتم رايحين للتغير المناخي للجفاف. انت تقول لي اني سويت اكتفاء ذاتي؟ لا اخي مو هيجي. زين هسه انت موضوعك اليوم على المتجاوزين، اريد اعرف منو المتجاوزين؟ تقدر تقول لي؟ انا اليوم ما اريد اعرفك من المتجاوزين، انا اريد اليوم صارت مناشدات من قبل بعض الاشخاص اصحاب البحيرات الاسماك هو يناشدوني وانا صرت بإحراج انه هل اتكلم اليوم على وزاره الموارد المائيه او اتكلم على التجاوزات اللي قاعده تصير؟ مو قلت لك التجاوزات شيئين، البحيرات الاسماك واللي هي تاخذ 1.25 مليار سنويا او 1.5 مليار متر مكعب سنويا مي. طيب والمتجاوزين الاخرين هم اللي يزرعون حنطه وانت تشتري منهم، وذولا وصل مساحات اللي زرعوها 10 مليون دونم واكثر، وصل يمكن 13 مليون دونم زرعنا. طيب هسه ما صار شيء، دا اقول فد مليون دونم حنطه مليون لا تزرعها، وهذا المي كفي بحيرات الاسماك ورتب وضعك. اليوم اسالك سؤال، نعم محطات الابقار شو راد لها حتى تشتغل؟ انا ما اعرف والله، على والو تنورني. اعلاف واماكن حظائر مرتبه وهذا الامور، تستورد اعلاف 50 دولار دولي جوار، ما تفتح الاستيراد خل تجي الاعلاف، بدل ما تروح انت تقول اني دا صدر اعلاف خل تجي وتنحس بحيرات ال 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 استاذ عادل احنا مكملين حلقتنا ويا حضراتكم، ولكن عندنا مؤتمر صحفي لوزير الموارد المائيه تقريبا قبل يومين، زار محافظه النجف ومحافظه الديوانيه وتكلم عن الامور اللي قاعده تصير. حقيقه كلام الرجل كلام متفائل، يعني حتى وعد بزراعه بعض الشيء من الشلب، وتدرون الشلب ايش قد يحتاج مياه. خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع. أنا في البداية أقدم شكري الجزيل للأخ السيد المحافظ، السيد رئيس مجلس المحافظة، السادة النواب، السادة أعضاء مجلس المحافظة. الحقيقة هذا التجمع اليوم بهذا اللقاء كان له جوانب مفيدة جدا، لأن أنا همي أن أسمع بشكل مباشر
من الناس المعنيين في هذه المحافظة اللي هم لهم تماس مع شريحة واسعة من المزارعين، من الناس المستفيدين من المياه. فلهالسبب أنا أشعر هاليوم الحقيقة تحقق عندنا أمور لها تأثير إيجابي، قدرنا نعرف ونضع إيدنا على مواضيع مهمة جدا وحيوية. الحقيقة زيارتي تعمدت أن تكون في بداية الموسم الصيفي، لأن احنا الحقيقة قادمين على موسم صيفي إن شاء الله. حاليا هذه السنة إن شاء الله الوضع المائي أفضل من ما كان عليه في العام الماضي. العام الماضي حرمت المحافظة من زراعة الرز بشكل خاص لسبب واضح، كانت سنة شحيحة، لكن هاي السنة مخططين إن شاء الله لزراعة مساحات جيدة من هذا المحصول لغرض يعني تشجيع أو الحفاظ على هذا النوع من الرز العنبر اللي هو يعتبر هوية العراق. الواقع احنا سعداء أنا بهذا اللقاء، درسنا كثير من الأمور والنقاط الحيوية، مناطق والمفاصل الاختناق والمشاكل. الحقيقة هذا الجانب كان جانب حيوي مهم، لأن الحقيقة قدرت أعرف وين أكو عندنا اختناق لهذا الموضوع. أنا رافقني في هاي الزيارة مجموعة من السادة المدراء العامين، سيد مدير عام هيئة التشغيل، مدير عام هيئة الصيانة، مدير عام دائرة الكري، مدير عام المياه الجوفية، مدير عام شركة العراق. الحقيقة الهدف من وجودهم أن يكونون، لأن هم الناس المنفذين لمجموع المشاريع المخطط لها في هذه المحافظة. الواقع إضافة إلى مدراء الدوائر الفرعية في المحافظة كانوا موجودين. هذا الشيء اللي تحدثنا به هذا اليوم راح نترجمه إلى عمل فعلي. أنا هاي توصية طبعا من خلالكم لإخواني أيضا، أن يكون ما تحدثنا به، ما اتخذنا به من قرارات يكون أساس لعملنا بالمستقبل. عندنا أعمال عديدة في هذه المحافظة، من تاكسيات لشط الديوانية في مركز الديوانية، في مركز الدغارة، في مناطق أخرى أيضا. هناك توجه واضح باتجاه تطوير العديد من المناطق داخل المدن، عندنا رغبة أن نحقق بها يعني نقلة نوعية تنعكس على حياة الناس. إضافة إلى موضوع زيادة الإطلاقات إلى شط الحلة، هذا راح يكون من الأمور الأساسية اللي مفكرين بها خلال الموسم الصيفي القادم، اللي راح يكون له تأثير إيجابي على عموم المنطقة، واللي نقدر به نحل جزء كبير من الاختناقات اللي تعاني منها المحافظة. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، مكملين حلقتنا لهذا اليوم. أستاذ تحسين، حسب كلام معالي الوزير أنه أكو فسحة مائية إذا أنه وعد أهالي الديوانية بزراعة الشل، يعني هيك نفسرها؟ خلينا نحيي دكتور عادل طبعا، وبالمناسبة أنا أتفق وياه وكنت أضم صوتي الصوتة، لولا أن يأتي الحل من السماء لكنا الآن نعبر هذه الأحواض سيرا على الأقدام، ولا كان الحال، ولا أعتقد حتى كان السيد عون الباقي بالوزارة إلى حد هذه اللحظة على شدة الفاجعة، لكن الحمد لله أتى الحل من السماء. أريد أسأل المعالي الوزير، نعم. العراق دخل بالتصنيف العالمي بالخطوط الحمراء بالإجهاد المائي، تصنف 23. شنو معناه؟ هو في تقدم. الإجهاد المائي اليوم استهلاكاتك أزيد من إيراداتك، يعني اليوم أنت حاسب إيش قد عندك موارد بشرية، تعرف إيش قد اليوم، يعني اليوم إحنا نتكلم من نريد نقول دخلنا بالجهاد الماء، إذا يحتاج تطوير وسائلنا، يحتاج تطوير منظوماتنا. يعني أنا هسه إذا أروح أزرع شلب الرز بالزراعة التقليدية والغمر وغيره، إيش قد أولاً إحنا بزراعة الرز بالخطة الصيفية بالبساتين مع الخطة الشتوية نحتاج خزين مائي مع انعاش الأهوار بحدود من 48 إلى 50 مليار متر مكعب. رقم. هذا رقم، هو هذا الموجود. نعم. زين أنا هذه شلون أقلصها؟ شلون أتجاوزها؟ شلون أطلع من الإجهاد المائي؟ أنا غير اليوم أجينا للزراعة
قلنا زراعة راح نستخدم تقنيات الري الحديثة اللي هي مو الحديثة، تقنيات الري بالتنقيط والمراج وال ما ذهبنا بعد لحد الان للمشاريع المغلقه ولا بس بدوا الاكساء هاي الامور. نحكي الصراحه احنا صح حسن يعني اكو لا احنا هذا ما ننكره لكنه الواقع اكبر. احنا استاذ ظفر هذا البرنامج بالذات نقل كل المعاناه. نعم. وش قد تحدثت جنابك وش قد نقلت صور مروحه. صح. المشاهد جدا صعبه. صح. هذه ما يصير نتناساها بالقريب العاجل. ايام نحكي عنها، احنا عن ايام يعني احنا نتكلم عن موسم واحد. وصل الجفاف الى وصلنا مرحله خطره بالتصحر، الهجره اللي لحد الان ما نقدر نرجعهم، الفقدان. زين انا اجي اليوم هسه اقول انا عندي 7 مليون طن، لحد ايش قد متجاوز انا؟ ايش قد متجاوز الى انتاجيتي 7 مليون طن؟ شلون انا اقول اكو جحاف عندي من مصادر المياه؟ اذا لا يزال حقيقه خلي تكون تصريحاتنا متزنه. نعم. خلي نكون دقيقين، خلي نشتغل وفق قاعده بيانات. ليش ما نقول انه السبعة مليون طن اللي صارت انه اكو جزء من الفلاحين وجزء كبير جدا تحول للري الحديث؟ ما عندنا بس 2000 منظومه وزعنا وما لحقت. شو كنت اخر شيء فيه عن تصريح محوري وهاي الامور؟ اي ماكو بس 2000 منظومه واحنا نحتاج لنا بال 50 60 الف منظومة. اضافه اللي هم نطوا رخص موضوعه المياه الجوفيه الا على منظومات رايحه. احنا المياه الجوفيه قلنا هذا احنا ضده لان هذا خزين اجال وما يصير ناخذه الا فقط من الاماكن المستدامه، لان صار عندنا نقص جدا قوي بالمياه الجوفيه وخير دليل بحيره ساوه خير دليل. لكن اليوم نتكلم احنا اليوم بدنا نقول اعتقد الوزاره راح تستقبل اللي زرع خارج الخطه. هذا زرع خارج الخطه ايضا يتجاوز، هذا تجاوز على مساحات يجوز مو من ضمن عقده، مو من ضمن الخطه الزراعيه. يعني انا من افسح المجال فسحت المجال للتجاوز على القانون، هذا تجاوز على حصه المحافظات الاخرى. نعم. يعني احنا ذنائب النهر عندنا تدمرت استاذ، يعني نجي على المناطق الجنوبيه حقيقه تعيش ماساه. احنا اولا كان منعيد جانب الهجرة أراضيهم. نعم. اللي أصبحت بور وأصبحت أرض كبيرة للتصحر، الفقدان، الإنتاج تقلص كله بسبب ضعف التربة، هذا كله بسبب المياه. إحنا دنقول الدراسات موجودة يحتاج لها تحديث، حدثوها، نحتاج التنفيذ. لا ننسى اليوم أنا هسا عندي بحبوحة مي مثل ما يقول دكتور عادل، عندي خلي 30 مليار متر مكعب يعني أصرفها وأقعد. وأني لحد الآن يعني حقيقة خليني أقول لك إحنا محبطين حتى من زيارة رئيس التركي، كانت أقوى فرصة لدينا، كنا ننتظر بيان قوي من الحكومة أنه يثلج الصدور. أولا تركيا إجت في واضح حالة تعرف الرئيس قبل ما يجي. صحيح. عدة مرات، لكنه من انتعش الوضع المائي عندنا، وبنفس الوقت أيضا يريد يحرص تقدمه بملف البككة. يريد يوصل رسالة وتعرف أنه أكو تغييرات، واليوم يريد يحصل مكاسب بطريقة التنمية وتبادل تجاري ده يقول وصل 24 مليار دولار. طيب أنا أجي أقول هل هالبيان إيش قدش كبرى؟ والله اليوم إحنا قدمنا إنجاز. شو إنجاز قدمته لتركيا؟ تركيا رجعت نفس الموضوع إنه أنت يقول لك الإنجاز الأكبر إنه تركيا اعترفت بحقوق العراق المائي. هي بروتوكول 2019 ما وقعتها، اللي صوت عليه البرلمان التركي اعترفت تركيا، وقعت اتفاقية ثبتت بها حصص العراق المائية؟ ما ثبتت. نفس الشيء راح نشكل لجان، وهاي اللجان تكون غير ملزمة، لا تكون مشتركة. نعم. أكيد البيان التركي راح يجي يقول العراق عنده نسبة استهلاكات للمياه غير صحيحة، عنده نسبة تلوث المياه الصرف الصحي كلها. خلي أنتقل أيضا للأستاذ عادل المختار. استاذ عادل، رغم الازمات المائيه وهاي الامور، فاحنا نريد من وزاره الموارد المائيه انه تعمل. هل تنكر استاذ عادل ان وزاره الموارد المائيه بدات باكساء الممرات المائيه، بتغيير اليوم الدعوه لتغيير نمط الري الى اخره؟ شفنا كثير من المشاريع المغلقه وابرزها مثلا مشروع ماء البصره الانبوبي. هل الان بدات وزاره الموارد المائيه بالاتجاه للمشاريع الحديثه؟ شكرا جزيلا لحضرتك استاذ ظفر على هذا المديح، اشكرك. يعني تنظر لتغيير، ان شاء الله يتغير. بدت. نعم. ان شاء الله بدت. عمي احنا وين والكلام مالك وين؟ بدت كم كيلو؟ احنا مئات الالاف المساحات. طيب ارد اسالك سؤال. تفضل. زميلي مهندس تحسين حكى على زياره الرئيس التركي، حضرتك تقول اعترفت
بحصة العراق أو حقوق العراق. وين شفته؟ وين قريته؟ أنا ما أعرف إذا، بس أنا راح أحكي لك في فقرة بالثالثة. وضع رؤية لحصة عراق، لحصة العراق مستقبلا من المياه العابرة للحدود. تقدر تفسر لي إياها شنو مياه عابرة للحدود؟ قاري أنت الملف الاتفاقية لو لا؟ نهر دولي العابر. قاري أستاذ عادل، سأل الدكتور خالد على هذا الموضوع، يقول لا أنه بدأ دائما هو هذا تعريف التركي لهذا الموضوع. بالضبط، رحم الله أمك وأبوك، كنت جبتها تركيا تقول دجلة والفرات نهران محليان عابران للحدود. طيب أنت شلون تحطها بالاتفاقية؟ تقبل؟ ما بالاتفاقية ما ذكرت محليان. محليان شنو؟ عابران للحدود. عابران للحدود ما قال محليان. يعني عابران للحدود شنو يعني؟ يعني الزايد عبر. قد الزايد راح يعبر؟ أقول لك هاي واضح. طيب السؤال اليوم، انت سد الجزره تدري بيه لو ما تدري؟ سد ندري بيه، نسمع عنه. زين ما كان بحثت وياهم لو هذا مو مهم؟ ومثل ما قال زميلي تحسين، اتفاق مذكره تفاهم 2015 وقعت، ليش ما فعلتوها؟ هم ما فعلتها. طيب انت اليوم نهران محليان عابران للحدود، ما كان نعم. لازم تقول له وافق حتى نسوي تحكيم دولي ونحسم الموضوع، مو انت ناطي ملفات قويه استاذ ظفر؟ راح نعم. نبقى هسه الامر بيدهم، هم راح يسوون مشاريع، هم يرتبون. استاذ عادل ترى مو فقط وزاره الموارد المائيه كانت متفائله بالزياره التركيه، الموارد المائيه، الحكومه، الاعلام، حتى الاعلام المختلف مع الحكومه كان فرحان. زياره تاريخيه ايه؟ لكن وين طلعت؟ دقراها للبنود، دقراها، قريتها، دقراها بيها سد الجزره؟ لا ما مذكر اي سد. مو هذا راح يبتل نهر دجله؟ زين بيها نهران دوليان اصبعان لو بقن هم تركيان. طيب اضرب لك فد مثل حتى لا تزعل، مصر واثيوبيا. نعم. بين مصر واثيوبيا اتفاقيه دوليه موقعه عند الامم المتحده بها الشرق، يقول على اثيوبيا تعطي مصر 15 مليار ونص متر مكعب مي، 55 مليار ونص متر مكعب مي. طيب هسه مصر تريد تشتكي على اثيوبيا واثيوبيا ما تقبل، مدى تقدر؟ صار كم سنه ووصل تهدد تريد حرب وهم ما يصير. زين احنا لعندنا اتفاقيه حتى النهران محليان عابران للحدود، هذا التعبير وتأيدته. طيب هاي شو راح تشتكي وتجيب حقك؟ هي كان فرصه جتيك تقول لعمي نحط طرف ثالث او تحكيم دولي ونحسم المشكله من الارض نخلص. زين هسه انت بيش خلصت؟ سويت شنو المنجز اللي سويته من فرصه تاريخيه ما تتكرر بعد 30 سنه؟ احب اذكر بهاي المناسبه استاذ ظفر للتاريخ 2008 و2009 8 يمكن دا يجي سيد اردوغان كان رئيس الوزراء بذاك الوقت للبرلمان يوقع اتفاقيه اقتصاديه، لجنه الزراعه بذاك الوقت محمود العزاوي الله يرحمه كان رئيس اللجنه، قصي لسهيل المقرر، وكان كريم اليعقوبي وقفوا بالبرلمان دقوا رجل الاتفاقيه يجب ان يكون بن فيم وضع مائي ما قبل تركيا وانتهت الشغله، تخيل. طيب احب اذكرك ايضا، شوف الاخطاء التاريخيه، الاتفاقيه 1975 بين الجزائر تذكر العراق وايران نعم. بها 42 نهر ملف ب 42 نهر للمياه العابره للحدود، اسمعني، للمياه العابره للحدود، منو؟ الكرخه والكارون. عمي لو نطلعها من هذا الملف كان هسه نهران دوليان ما عاد يتلاعب بيها، هاي اخطاء تاريخيه، فهنا راح نذكر دائما هذا مو انت تمدح، هذا قراءه للملف، هو راح يشوف مع الاسف ضاعت فرصه علينا ما ادري ليش. نعم استاذ عادل، طبعا احبة المشاهدين عندنا فيديو الاستاذ احمد كاظم ومدير عام الهيئه العامه لتشغيل مشاريع الري والبزل يتكلم بيها عن عدد التجاوزات من البحيرات وايش قد ازالوا بحيرات. انا لما القى معلومه من مدير عام الهيئه العامه لتشغيل مشاريع الري والبزل، يعني هاي المعلومه ما بيها شو اعلامي او شيء، خلينا نسمع هذا الفيديو وراجعين.
نعرض جدول يبين مساحة البحيرات المتجاوزة ضمن حوض دجلة. يعني اقتصارا للوقت راح أذكر المجموع الكلي، عدد البحيرات المتجاوزة على حوض نهر دجلة على المياه السطحية 4740 بمساحة 38,000 دونم و 132، وعلى الآبار 2576 بمساحة 13,585 دونم، مجموع المساحة الكلية 51,718. بموجب المقننات المائية تستهلك 20 متر مكعب و7 بالعشرة متر مكعب بالثانية على حوض دجلة، غير الهدر المتعمد للمياه. وعلى حوض الفرات مجموع البحيرات على المياه السطحية 1022 بمساحة 9,375، وعلى الآبار 112 بمساحة 21,137، المساحة الكلية 30,511 دونم، تستهلك بحدود 12 متر مكعب بالثانية مثل ما ذكرت، عدد الهدر الآخر. إجراءات إزالة التجاوزات، إن من أهم معالجة الشحة المائية هي رفع التجاوزات، وعليه صدرت عدد من التوجيهات من السيد رئيس الوزراء وقرارات اللجنة الوطنية العليا، منها القرار 23,010 لسنة 23، وقرار مجلس الوزراء 23,235 سنة 23 بتخويل وزارتنا صلاحية ردم بحيرات الأسماك المتجاوزة. وتمت تسمية السيد الوكيل الفني حسين عبد الأمير الوكيل الفني ممثلا عن الوزارة لمتابعة تنفيذ هذا القرار. يعني كانت صلاحية ردم البحيرات ضمن صلاحية وزارة الزراعة. ومن أهم الإجراءات القيام بحملة واسعة بردم بحيرات الأسماك المتجاوزة بالتعاون مع ممثلي وزارة الكهرباء ووزارة الزراعة، وبإسناد قيادة العمليات المشتركة ودعمنا الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل ودائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر بالآليات التخصصية. كما تم قطع التيار الكهربائي عن المضخات والغطاسات المغذية للبحيرات وقطع المصدر المائي عنها لغرض تجفيفها وردمها وكسر أكتاف البحيرات. إن موقف إزالة التجاوزات لغاية 25/4 بلغت 98% تقريباً. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين، بما أنه رجعنا على وتكلمنا على موضوع تجاوزات وردم بحيرات الأسماك، ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ أياد الطالب رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك. أهلا وسهلا بك أستاذ أياد. أهلا وسهلا بك أستاذ، الله يحفظك. نتشرف بحضرتك. الله يحفظك أستاذ. أستاذ أياد الطالب متابع منشوراتك على الفيسبوك، يعني حسب المنشورات وحسب اكيد يعني وجهه نظركم انه هنالك ظلم كبير قاعد تتعرضون الى كمربي الثروه السمكيه من قبل اليات وزاره الموارد المائيه، نريد نعرف ايش يصير. استاذ طبعا انا اقدم شكر وتقديري لحضره ربي يخليك وقناه الايام اللي دائما مواكبه بهذا الموضوع. الله يحفظك. انا اتكلم من الاستاذ عادل المختار والمهندس تحسين، هذا الكلام اللي تكلموا فيه اليوم اتضع لي ان وزاره الموارد المائيه تعرف هذا الكلام يحسونه، لذلك ما دعتهم للمؤتمر. كان يعني فلك او ابنيه كبيره على هذا الكلام الصادق اللي تكلموه. نعم. وكان يتوقعون الموارد المائيه يتبعون هذا كلام صادق وصريح. اللي العمل بينا كمربي الاسماك عمل اول مره يحدث بالعراق، وقرار ردم الأحواض على المياه الببازج كان قرار غير مدروس من قبل وزارة الموارد المائية. نعم. احنا بالبداية نفذنا القانون في حذافيره وكانت سحة المياه، وأيضا كان قرار محترم ونفذ من مربي الأسماك بدون أي مشاكل. نعم. المياه التي تستخدم المياه العذبة،
بعد ما تعرف انت اغلب المزارح هي بعيده عن مجرى المي فصارت مراشنه، بالتالي حتى البجاجه ما وصلها مي. فلجأت الناس المن انا عندي ارض وطابو وليس لها حصه مائيه، استخدمت مياه البزل واخذ ازرع بها سمك وارجعها اسماك. وهذه الاسماك بعد شحه المي اصبحت 75% من الاسماك الموجوده بالاسواق العراقيه من هذه المياه اللي استضرت بها انا. نعم. وزاره الموارد المائيه ايضا لا تسمح باستخدام المياه الابار السطحيه اللي استاذ تحسين يعرفها المهندس. نعم. تحسين الابار السطحيه المتجدده والابار الارتوازيه، هذا شغل فين؟ لذلك هو يكون هو القاضي وهو الـ 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 يعني الموارد المائيه يكون هي القاضي وتحكم وبين على المرد الاسماك. الموارد المائيه جعلت المياه السطحيه ممنوع، المياه الجوفيه ممنوع، المياه البزل ممنوع، استخدام نهر الثالث ممنوع. يعني زين استاذ اياد حسب تصريحات وزاره الموارد المائيه وبارقام يتكلمون بارقام انه على حوض دجله مثل ما شاهدنا بالفيديو 38 الف دونم تجاوز على المياه السطحيه، وعلى الابار 13 الف دونم، وعلى الفرات 6000 دونم على المياه السطحيه و21 الف دونم على الابار، يعني هم رقم كبير. هاي من متجاوز استاذ العزيز؟ قبل سنه ونص طبق القرار والكلام اللي يذكروه كله طبق من قبل مربي الاسماك وكل المزارع رجمت، لكن بقت المزارع الغير مرخص بها اللي تستخدم المياه المبادل واللي مساحتها اذا ما تعرف بها الموارد ماي اكثر من 800 كيلو متر الفرعيه من غير النهر الثالث اللي مساحته اكثر من 600 كيلو متر. مياه الفرعيه المبادل 800 كيلو متر، اكثر من 800 كيلو متر، هذه المساحات تحمل مياه كبيرة جدا تذهب إلى النهر الثالث وإلى البحر، ويقال الآن استخدمت إلى الهور. آني الموارد المائية من تستخدم وياي القانون أيضا استخدم القانون. إذا تقول ما لك حصة مائية فيجب عليها آني أرضي 100 دونم أن يجب عليها توصل لي مي حلو أو مياه صالحة حتى أزرع بها حنطة وشعير. تقول لا تسمع لي أنا استخدم مي البزل. هاي فقرتين يعني هي ضمن القانون. تقول لا يا حبيبي. نعم. اليوم اصبحنا نستورد من اقليم كردستان اكثر من 80 90 طن للبارحه واليوم. شلون يجي 80 90 طن وهم عندهم 10 حواض؟ هذا السؤال تسال الموارد المائيه. منين يجي له سمك من الخارج ويدبق لنا وينقل لنا من الاقليم هنا؟ سمك حي. استاذ عادل المختار استاذ تحسين يعني ملايين الدولارات قامت تخرج عمليه مدروسه. احنا ليش ما نشوف البدائل؟ الوزاره الزراعه من شح المي لقت بديل زراعه الصحراء وتوفير مرشات. اني كمربي اسماك شنو البديل اللي لقت لي اياه؟ نعم. شنو البدائل اللي سوت لي اياها؟ قال وقلت واليوم وباكر. هذا الكلام يجب ان يدرس. اني لو تقول لي انت لك حصه مائيه تحصل المي القاعي اللي انا لها حصه مائيه، تقول ما لك حصه مائيه تستخدم البزل اللي هو بارضي وارض اجدادي وابائي. نعم، كل التحيه والشكر لك استاذ اياد الطالب رئيس الجمعيه العراقيه لمنتجي الاسماك. طبعا للاسف يعني بقيت لنا تقريبا 6 دقائق 3 دقائق بس استاذ ظفر على وقتك. اكيد راح ارجع لك استاذ عادل، اعطيك اخر 3 دقائق لحضرتك لان الوقت ايضا داهم. ارجع لك على الأرض. نعم اكيد اكيد استاذ تحسين ماكو متجاوزين. هم متجاوزين؟ ماكو متجاوزين، هذا الرقم مو صحيح. اولا وزاره الموارد المائيه في وقتها عندما كانت هناك وفرة المياه اطلقت العنان، هي اخرت الاجايز، هي اخرت يعني من ينطيني هاي الارقام ليش هم اللي كانوا موجودين هم نفس المدراء العامين تغير احد من عندهم؟ انا ما علي بشخص الوزير يتغير. حتى دكتور عون نفسيته كان موجود، هم يعرفون كانت اكو في وقتها زياده بالموارد المائيه، لا بل بالعكس اطلقوها وفتحوا في مرحله. هسه احنا ما نريد نبرر انه نقول هذا الوضع، لكن انت من تعطيني هذه الارقام اليوم المواطن يريد حل. انت مو تصير عندك مشكله تجي على المواطن، ارتفع عندك الدولار اجيت على جيب المواطن، يعني حتى ما صارت عندك ازمه من الوضع الامني انهار داعش المواطن. لو ما الفتوى والمواطن هم يعني كان انا اعرف دورك وين. يعني انا دوري انت تروح تحل لي مشكله ويا دور الجوال توفر لي الحصه المائيه، لو دور الجوال انت تفشل وياها بالمفاوضات تيجي تخنقني تقطع الماء عني.
هاي مو سياسه. طيب تريد البدائل، من حقه يبحث عن البدائل اليوم، يقول لك انا اريد بدائل، تريد توديني للمشاريع المغلقه، انت موفر لي اياها، موفر لي هذه الموجوده. زين طيب زين سؤال حتى انا افهم كاعلام والمواطن نعم. يفهمون تربيه الاسماك على مياه المبزل تجاوز او لا؟ شلون يعني تجاوز بي؟ بعد ليش يرد مو بحيراتهم؟ هو الاستاذ اياد الطالب إيه يطلع دائما يقول يابا احنا بدنا نستخدم مياه البزل. نعم مضطر. اي يعني هو جيتونا حتى على البزل. هو على مضض استخدمها، نعم. هو على مضض لانه هو اليوم تحمل عبء، مربي الاسماك تعرضوا لخسائر كبيره حالهم حال مربي الدواجن. يعني اليوم هم ظلموا ظلم كبير، اكثرهم اليوم مطلوبين ومطاردين، اضافه الى ذلك ايش قد رفعت على كاهل المواطن هذه الاسعار. احنا من اليوم نريد نقول ندعم جانب غير نخفض عليه على المنتج وعلى المستهلك. انا اقول الدعم وين بهالجانب هذا؟ طيب انا اليوم صارت ازمه، الازمه اجي اخليها انت تحليها يا مواطن؟ مو مسؤوليه المواطن يحل الازمه، الازمه انت تحليها. طيب ارجع النقطه مهمه جدا. نعم. اليوم لا نريد نتحدث حتى بالتعامل مع الانهار الدوليه، اول فقره انه الجريان البيئي مياه الشرب وجريان البيئي، يعني جريان البيئي هذا التنوع الاحيائي، هذا التنوع الاحيائي، هذه الثروه اليوم نتحدث عن هذه البحيرات وهذا العدد، ايش قد سرحنا عاملين؟ ايش قد نزلت عندنا نسبه الانتاج؟ ايش قد ارتفعت عندنا نسبه البطاله؟ وصل 11000 كيلو، 11000 للكيلو الواحد من الاسماك تقريبا. والنسبه اللي سرحناهم وهذه الخسائر الكبيره، يعني حقيقه انا يعني هذا اعتبره تخسر من وين؟ لا اعتبره حرب اقتصاديه. ضرب نعم. اقتصاد، هذا ضرب اقتصاد اليوم. جيد نعم. خلي انتقل للاستاذ عادل المختار. استاذ عادل عاد بعد انت تحب هاي الامور خلص هاي والوضع عالق على مربي الثروه السمكيه تغرد على راحتك. انت اختاريت لغه الارقام واني راح احللها من وجهه نظري. جيد تفضل. انت قلت شوف هاي الله اكبر 30 ما ادري 40 وين وصلت بالالاف الدونمات. نعم. انا راح اغيرها. ايه راح اراويك المشكله اصلها حتى. نعم. انت تحكم. نعم. مو غيرك، اريد انت هنا تقول رايك. نعم. هذه بحيرات الاسماك هو ايش قال؟ قال تصرف بحدود 33 متر مكعب بالثانيه، اول وجبه 20 والثانيه بال 12 تطلع 33 متر مكعب بالثانيه مي. نعم. طيب وياك. طيب. انا هسه راح احسب لك اياها مو 33، 50 متر مكعب بالثانيه لخاطرك زيادة، أوكي؟ نعم. 50 متر مكعب بالثانية نحولها الأرقام. نريد نقيس المشكلة. هاي الدنيا انقلبت، أرزاق ناس تفلشت على شنو؟ وين الجريمة؟ أريد أنت تحكم. رجاءً نهايتها لك القرار. هذه تصرف مي 125 مليون متر مكعب بالشهر. هذه الأرقام اللي هو انطاها مو أني. وهاي الارقام هو اللي قالها، انا زيدتها لل 50 يعني 125 يعني مليون متر مكعب. استاذ اياد، استاذ اياد، اضربها في سنة. القطاع الثروه السمكيه ببحيراته وبكل مشاريع المتجاوزه والغير متجاوزه، ايش قد نصرف عليها مياه بالسنه؟ مليار وربع، مليار ونص. مو رقم واضح؟ نعم. طيب هسه راح اجي مليار وربع بالسنه بشرفك بضميرك. وهسه احنا دا نحكي ايش قد متجاوزين بزراعه الحنطه؟ هواي. ايش قد صرفوا مي؟ يقطي مليار ونص. وقال لهم جيبوا الحنطه مالتكم من خارج الخطه الزراعيه. كفوهم. ايه صح لو اني غلطان؟ لا صحيح. فد مليار واحد اشيله منا انطي ذولا الى ان فد سنه سنتين يوازنون نفسهم. ليش ذولا غفور الرحيم وليش ذولا شديد العقاب؟ زين انت تزرع حتى تنتج 5 مليون طن حنطه. طيب وش شلب؟ تقول والله ما عندي مي. يا بشلب 300 الف دونم، خلي 100، ايش قد يصرفون؟ يشيل منه وازن. ده تتصورني؟ نعم استاذ عادل. انا اقوله يجب اعاده النظر بالسياسه الزراعيه. نعم استاذ عادل. استاذ عادل انتهت الحلقه، كل التحيه والشكر لحضرتك، كانت حلقه مليئه بالمعلومات وكثير من الملفات، كل التحيه والشكر لك. تحيه جنابك استاذ موسى وربي يخليك. وايضا كل التحيه والشكر للاستاذ اياد الطالب رئيس الجمعيه العراقيه لمنتجي الاسماك. ذيك الحلقه أعلن توقف على التعاون مع وزارة الموارد المائية بسبب الحدث اللي صار بمؤتمر المياه، ولكن بعد عدة أيام
الذوق الرفيع والأخلاق العالية اللي يتمتع بها معالي الوزير الأستاذ عون ذياب، وأرسل الدكتور خالد شمال المتحدث الرسمي ومدير عام الهيئة العامة مع كتاب شكر وتبرير عن الموقف اللي حصل. والحمد لله والشكر، أرض السواد دائما يدعم كل المشاريع الوطنية، يدعم كل الجهات، ولكن رسالة للجميع، لكل الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغيره، أنه أرض السواد يقف مع أحد ضد أحد ما عنده هاي الأمور، أقف ويجيها حكومة ضد مربين مثلا الثروة السمكية أو العكس، ما عندي أنا اليوم على الحياد من أجل يوم الوصول إلى الحل. هاي رسالة لكل الجهات. أحبة المشاهدين، هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.